السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي ومتابعي قناة رحلة تي في. في خضم الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الروسي على أوكرانيا، رأينا كيف جيش رمضان قاديروف الرئيس الشيشاني جيش بلاده للمشاركة في العدوان الروسي على أوكرانيا، وذلك لأن الشيشان هي مجرد جمهورية تابعة للاتحاد الروسي أو الاتحاد الفيدرالي الروسي، لذلك فهو سياسيا تابع له، لكن من جهة أنها دولة مسلمة وأن الجيش جيش مسلم، فما حكم هذه المشاركة، وما حكم مشاركة المسلم في هذه الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وبين دولة أوكرانيا والتي فيها بلا شك العدوان وعدوان روسي. كتب الشيخ محمد الصغير مادة حول حكم مشاركة المسلمين في حرب روسيا وأوكرانيا، جاء في نصه: حرب المسلمين وغزو بلادهم واحتلال أرضهم ونهب خيراتهم، هذا هو المعروف المألوف، يعرفه الجيل الحالي وقد عايشه في احتلال فلسطين والحرب على أفغانستان وغزو العراق وتدمير سوريا، لكن لأول مرة نرى حربا بين الغزاة أنفسهم تدور رحاها على أرضهم، وهي بلية حلت بالشعب الأوكراني الذي وجد بلاده مسرح أحداث تتصارع فيها القوى الكبرى على مفاصل السيطرة وأماكن النفوذ بين أمريكا ومع القارة العجوز وبوتين ومن خلفه ومن خلفه التنين، إشارة إلى الصين، حيث ترى أمريكا أهمية عرقلة حلف روسيا الصين ومنعهما من المنافسة على الصدارة، وفي المقابل يرى بوتين أن الحلف الغربي يعبث بأمنه القومي ويتمدد على حساب أماكن نفوذه وينشئ تكتلات على حدوده، ومع هذه الحسابات العالمية المتشابكة فإن المسلمين غير بعيدين عن شرر هذه الحرب، بل يمكنهم الاستفادة من نتائجها وتأثيراتها، ولعل ما سقط من أقنعة وما ظهر من عنصرية وازدواجية أول غنائم معركة الوعي. أما الشأن الإسلامي الخاص الذي كثر السؤال عنه مع بداية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، فهو حكم القتال في هذه الحرب وحال المسلمين الموجودين في هذه البلاد، ويأتي بيان ذلك في ثلاثة أقسام، يقول الشيخ الدكتور محمد الصغير. أولا، الجندي الروسي المسلم لا ينبغي له القتال لأن جيشه جيش غزو وبغي واحتلال للجيران، وعلى المسلم من البداية ألا ينخرط في مثل هذه الجيوش التي تقتات على القتل وتستثمر في الحرب ويتحمل في سبيل ذلك الغرامة أو ما يطيقه من عقوبة، كما فعل الملاكم المسلم محمد علي كلاي لما رفض الانضمام إلى الجيش الأمريكي في حرب الفيتنام. وإذا تعرضت حياة الجندي الروسي المسلم للخطر إن تخلف، فقد أصبح مكرها وله أحكام الاضطرار وله المشاركة على أن يتجنب مواطن القتال لئلا يقتل بريئا، وتتأكد الحرمة إن كان القتال ضد المسلمين. وإن قتل الجندي المضطر بعث على نيته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الخامس الصفحة 121 عند كلامي على الكفار: وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه، وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره؟ فقال: يبعثون على نيتهم. ثانيا، الجندي الأوكراني المسلم المعتدى على بلده، يقول الشيخ الدكتور محمد الصغير: عليه أن يرد الاعتداء ويقاتل مع جيش بلاده حتى لو كانوا أقلية في دولة كافرة، لأنهم في حالة دفاع شرعي عن النفس، وهو حق مشروع ليس ضد الروس فقط، بل لو اعتدى عليهم مسلم لسلب مال أو قتل نفس فيدفع بما يندفع به، وهو ما يعرف برد السائل،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قراطا من دينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: إن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل، أو خاف أن يبادره بالقتل إن لم يقتله، فلو ضربه بما يقتلوه أو يقطع طرفه وما أتلف منه فهو هدر، لأنه تلف لدفع شره فلم يضمنه. ثالثا: المسلم من غير البلدين المتحاربين، يعني المسلم الذي لا هو من روسيا ولا من أوكرانيا. إذا كان بين المسلمين وبين الكفار حلف أو عهد، ووقع على حلفائهم حيف أو ظلم واستنصروهم، فعليهم النصر والسعي في رفع الظلم، فقد أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقية دفاع مشترك بين أهل المدينة وفيهم اليهود. ولما استنصره حليفه عمر بن سالم الخزاعي على قريش وحليفتها بكر، قال له: نصرت يا عمر بن سالم. أما أن يتدخل المسلمون لمؤازرة الظالم ومساعدة الباغي كما حدث من رمضان قاديروف ومن معه من جند الشيشان المسلمين في الحرب مع الروس ضد الأوكران، فهو تعاون على الإثم والعدوان، ومشاركة في البغي والظلم، وموالاة للظالمين، ومخالفة لأصل الولاء والبراء. قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه النسائي وأحمد، والله من وراء القصد وهو الهادي سواء السبيل. انتهى كلام الشيخ الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، ومستشار وزير الأوقاف السابق، حاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب من كلية الدعوة جامعة الأزهر. يعني هذا كلام هذا الشيخ حول حكم المشاركة في الحرب، يعني بالنسبة للمسلم، مشاركة المسلم في الحرب الأوكرانية الروسية. وقد تكلم عن ذلك، عن ثلاثة أنواع: المسلم الجندي المسلم الروسي، والجندي المسلم الأوكراني، والمسلم الذي لا هو من أوكرانيا ولا من روسيا، وحكم مشاركته في هذا الحرب. إذن إلى مادة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه، متابعي ومشاهدي قناة رحلة تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.